كلمتي عم عبدو؟ مال يعني كنت رايحة ألعب. صوتك كويس زي الفل. طب الحمد لله يا رب العالمين. طب لما هو كويس ما جاش ليه؟ ربنا رزقه والشغل محتاجه، هيقول لا؟ يقول الحمد لله، بس كان يتصل يطمننا عليه. يمكن مش متمكن، ما انت عارفة الحتت المتطرفة دي التليفونات فيها صعبة. ياما عمرو السلطان ما استحمل يغيب عن البيت المدة دي كلها. احنا هنقول طول يقولوا احلبوه، بقول لك جاله شغل. ربنا يكرمه ويزيده يا رب، المهم ان هو يبقى كويس. ايوه كده، نعمل زي الناس الحلوين العاقلين، وكلها كام يوم وتلاقيه قدامك. يجي بالسلامة ان شاء الله. يا اختي لما انت متدهولة قوي كده فيه، ما تاخديه في حضنك وتدلعيه وتخيليه. ايه ده ياما ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو انا برضو بتاعت مخيلة ودلع؟ انا بتاعت الكلام ده؟ امال خلفت منه بقى التلات عيال دول ازاي؟ جاية تتكسفي منه على اخر الزمن؟ يو بقى ياما، هو ده وقته الكلام ده؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ يا بيت، الست العاقلة اللي تفهم جوزها تاخده في حضنها كده وتطبطب عليه وتدلعه وتخليه يعد الثواني قبل الدقايق علشان يرجع بيته. اتفضلي يا ست هانم. الحمد لله بالسلامة. كده برضو يا حنان؟ حد يقول كده يا بنتي؟ وانا اعمل ايه بس؟ مش كفاية التعب اللي انا فيه؟ ما هو انت لو كنت قاعدة في بيتك وكافية خيرك شرك، ما كناش اتبهدلنا يوم بليلة واحنا مرعوبين بسببك. مرعوبين عليا ليه؟ هو انا عيلة صغيرة؟ مش ليل وجبل وانت وسط ناس ما نعرفهمش. الناحية دي انا ما كنتش قلقانة خالص. انا قابلت سلطان وهو سلطان؟ سلطان ده مين؟ السواق اللي كان وصلنا قبل كده، كان معايا اتنين ستات تانيين، نايمنا في كابينة العربية بتاعته وفضل يحرسنا طول الليل. الجدع ده باين عليه ابن حلال ومعدنه طيب، بس يا بنتي مش كل مرة ربنا هيوقف لك ولادي الحلال. وهو انا كل مرة هتحجز في السيل يا بابا؟ دي حاجة ما نقدرش نتحكم فيها. بقول لك ايه، من هنا ورايح سفر كل يوم من هنا للسويس ومن السويس لهنا مفيش، خلاص انتهى. روح يا شيخ الله يبارك فيك، لقيت الدهب والحيط. امال ايه يا هندسه؟ ده لو فحنك سبع بعون الله ابو الحيط ما يغلبش. الله، والحقنه دي ليه؟ عشان تاخد بيها البنسلين. بنسلين ايه؟ وانا قلت لك هات بنسلين. اسمع بس يا هندسه، مفيش غيرها، الحمار من دول لو كان حمار ايه بس يا ابو الحيط؟ اه هندسه صدقني. الله، انا كنت ارعى الحمار من دول حقنه نهيه ويجيب اخر البلد. والله يا اخي الحمير دي كانت مظلومه معايا. انا قايل لك هات نوم بس استكتب، تروح تجيب لي دي ده؟ خد يلا رجعه وهات اللي قلت لك عليه. تأمريني بأي شيء يا ست مستورة؟ الأمر لله وحده يا نبوي. أعمل لك قهوة مخصوص أو لقمة تاكليها؟ لا ده ولا ده، مش قادر أحط في كوفي أي حاجة. حرام عليك، دي أنت على لحم بطنك من امبارح. وفريدي قلت لك حاضر، تضمني منين قبل ما تروحي وترجعي؟ تلاقيني لسه على وش الدنيا. يا ساتر يا رب، ربنا يخليك لولادك يا رب. سبحانك يا رب. أبويا العيان اللي أنا خايف أسمع خبره بالليلة والتانية، هو اللي يعيش، والحاج اللي عمره مش اشتكى من حاجة هو اللي يرجع لي على ظهر. سبحانك يا رب. سبحان الله، الموت ما بيعرفش صغير ولا كبير، ولا صح ولا مرض، ملوش أوان ولا له عزيز. يا نبوي طلع كل اللي احنا فيه ده وهم، الفلوس، الشركة،
يا بزنس. ملحقناش نطلع من حزننا عليه، لقينا كل حاجة بتتاخد مننا. 100 واحد واقف على الباب، اللي معاه شيك واللي معاه وصل أمانة واللي معهوش أي حاجة تثبت حقه وعايز يطلع غلبه فينا. طب الانهيار ده حصل ازاي بالسرعة دي؟ أنا معرفش، ما بفهمش الحاجات دي أساسا. طيب ما كانش عنده مدير أعمال، محامي مثلا؟ المحامي قال لنا إنه ليه فلوس عند الناس وعليه فلوس لناس. في إيه المشكلة؟ السوق كله شغال بالشكل ده. اختلف معه شخصية ليها نفوذ كبير، فجأة لقى كل الفلوس اللي عليه مطلوبة منه ومعرفش يحصل الفلوس اللي ليه بنفس السرعة. فهمت. وبعدين ما قدرش يستحمل وحصل اللي حصل. طب انتي عملتي ايه بقى في ال3 سنين دول؟ انا مش جاية هنا احكي لك قصة حياتي واصعب عليك، بس انا بقى لازم اعرف عنك كل حاجة. ليه؟ عشان اعرف قد ايه انا اذيتك واثبت لك ان اي حاجة تخصك تهمني، حتى لو رفضت انك تتجوزيني. عملتي ايه بقى في ال3 سنين دول؟ اتجوزت وغنيت. اتجوزتي واحد صاحب بابا، وعدني انه هيهنيني وهيساعدني وهيأمن لي مستقبل. البقين دول عارفهم. وبعد فترة شبه منك خلاص، رمالي شوية فلوس وقال لي مع السلامة. وانت كنت بتغني فين؟ ازاي يعني؟ انا معرفش عنك اي حاجة الفترة اللي فاتت. برا مصر مع فرقة فنون شعبية. فنون شعبية؟ كان عندهم عقد في دولة عربية وكانوا عايزين مطربة ما تكلفهمش كتير. ومشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما عرفت انك مستني في الصالة، وساعتها اكيد قلتي ده راجل ما عندوش دم، مش كده؟ بصراحة انا نرفزت قوي، ما كنتش عارفة لا افكر ولا اقول اي حاجة. شكرا. ايه ده؟ ايه يا نور؟ انت بتدخني ولا ايه؟ هو ينفع فنجان قهوة من غير سجاير؟ ربنا يسمع منك. انت لسه قاعدة هنا؟ قاعدة في بيت ابويا بتعملي ايه يا بنت الغرزجي؟ ما تجيبش سيرة ابويا على لسانك. انت لسه هتعلي صوتك علينا؟ مش كفاية جبتي اجل ابونا؟ انا؟ وهي ذنبها ايه؟ كله بامر ربنا. اسكتي يا وليه حرباية انت. حربية عشان ما رديتش تسمع كلامك وتتجسس علينا، مش كده؟ ما هو اللي كنا خايفين منه حصل يا الدلعادي. اديتي حيله، ربنا يهدك. راجل في السن ده ينزل في عز البرد والمطر عشان واحد ما نستعناهوش يشتغل عندنا خدام؟ قطع لسانك انت وهم. والله العظيم لولا ان انتوا ولاد الحاج لكنت نسلت الشبشب فوق دماغكم وطردتكم برا الشقه. انت تضربينا بالشبشب؟ انتوا جايين عايزين ايه؟ عاملين زعلانين عليه؟ امال انت اللي هتحزني؟ كان انين يحاميني، لكن انتوا بقى كنتوا بتعدوا الايام عشان يموتوا تورثوه. بس يا بنت التهير، بس فاقعوا كده، شيلوها هي والزكيبه اللي معاها ورموها برا. يرموا مين دي شقتي؟ ده انا قتيله اللي نادي هنا. يعني مش عايزه تخرجي بالذوق، انا هخرجك بالعافيه. يلا رجاله. والله يا عم الحاج ما كان له لازمه انك تنزل وتتعب نفسك. ازاي بقى يا ابني؟ ده لو اخوها من لحمها ودمها ما كانش عمل اللي انت عملته ده. يا عم الحاج الحال من بعض والدم واحد. بعدين تعالى هنا، انت لما كنتش عملت خير زمان قوي ما كانش ترد لك في بنتك. والله ما انا عارف اقول لك ايه يا ابني، شكلك كده عيد بسبب الحكايه دي. لا الحمد لله، ده شويه برد كده على قد بوسه، بس احنا ما تربناش على الغالي زيك يا عم الحاج. ليه؟ ما انا زي الفل اهو. وبعدي عليا في المكتب يا سلطان. في المينا؟ حاج باين عليه هيخدمك خدمه العمر، الشغل في المينا نار. لا انا هعرفه على رئيس الجراج بتاع شركه البترول، اهي شركه شغلها مستمر واجورهم ممتازه. بترول بقى. استنى بقى يا عم الحاج، انا ما عملتش كده والله عشان مكافاه ولا عشان شغلانه. انا حتى لو ما اعرفش بنتك قبل كده. عارف وانا لولا كده ما كنتش جيت لك يا ابني. انا ما بجملكش، الشركه فعلا محتاجه سواقين وانت كويس، ليه لا؟ لا ما لقش يا عم الحاج، بس يعني انت لسه هتفكر يا عم. ايوه يا عم لسه هفكر. الله، انا موضوع الوظيفه ده يا عم الحاج انا مؤاخذه يعني ما كانش في دماغي خالص والله. على العموم يا ابني ده مستقبلك وانت حر فيه، وقدامك جمعه بحالها تفكر فيها براحتك، بس بعد الجمعه دي ما تعدي الفرصه هتكون راحت.
اي واحد مكاني المفروض انه يهرب منك وما يقدرش يواجهك بعد اللي عمله. بص يا عادل، انا تعبت قوي وحكيت لك كل حاجه. انا ما عنديش استعداد حد يجرحني ويخدعني تاني. اخدعك ليه؟ ايه اللي يخليني اجيلك واسيبك تعمليني بالطريقه دي اللي اذا كنت عايزك فعلا؟ انا عايزه ضمانات، مش عشان انا انسانه ماديه ولا بحب الفلوس، لا، بس لو كنت عايزني بجد زي ما انت بتقول لازم ما يكونش عندك اي حاجه اغلى مني. تعالي انا فعلا معلش، سيبنا من الكلام والوعود والحاجات اللي ما نقدرش نمسكها بايدينا دي. لازم تخسر، تخسر كتير قوي لو هتلعب بيا. اطلبي الضمانات اللي انت عايزاها وانا همضي على بياض. ايه لسه بتفكري؟ صعبان عليا منك. فاكره اول مره قعدنا فيها لوحدنا؟ ما بلاش. بالعكس بقى، انا عايزك تفتكري كل حاجه قلناها وتفتكريها كويس. عايز الزمن يتوقف عند اللحظه دي ويرجع يمشي تاني عند اللحظه اللي احنا فيها، واللي بينهم يتنسي، وما تفكريش في اي حاجه تاني غير في بكره. هحاول على قد ما اقدر. ساعتها ما كنتيش بتدخلني، انا راجل فلاح وما احبش مراتي تدخن ولا تغني في مايك. موافقه؟ يعني ايه بعد التعب ده كله جايين دلوقتي عايزين تمنعوني؟ نمنعك عن ايه يا مجنونه انت؟ عايزه تضيعي 4-5 سنين في التعليم عشان تعنسي؟ عنس؟ عنس ليه؟ هو انا ما اتجوزتش؟ حنان ما توجعيش قلبي اكتر من كده يا بنتي، انت فاهمه كويس انا عايزه اقول ايه. الاهم دلوقتي هو الجواز، وابوكي مش هيفتح السيره دي تاني. وانا ايه اللي يخصبني على كده؟ تاني يا حنان، تاني تاني وتالت ورابع. انا مش ممكن اتجوز بالطريقه دي. واذا ما كانش فيه بقى غير الطريقه ديت يبقى خليني كده احسن. انا اللي اتجوزه لازم يحبني واحبه وياخدني على عيبي. وده بقى ان شاء الله هيحصل ازاي؟ ان شاء الله عنه ما حصل. وبعدين حرام عليكم بقى سيبوني في حالي. ايه ايه في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ لا يا اخويا مفيش حاجه، ده احنا كنا بنتكلم في موضوع كده. ماشي، هعمل نفسي مش واخد بالي. قول لي يا اخويا، انت عطرت على السواق؟ ايوه، لقيته تعبان وعنده دور برد جامد قوي، بس سبحان الله دماغه انشف من دماغك يا حنان. ازاي يعني؟ تصدقي انه لسه بيفكر يشتغل في شركه البترول ولا لا؟ معقوله؟ مش عارف، بيتهيألي كده انه بيرفض بالذوق. مجنون ده ولا ايه؟ حد يرفض فرصه زي دي؟ الواد ده عنده عزه نفس، تلاقي كرامته منعته يقبل مساعدتي عشان ما تبقاش قصاد مساعدته ليك يا حنان. اتفضل. ايه ده؟ ده شريط بتاع فريد. انا عرفت انك بتحبيه من ساعه ما شغلتهولك المره اللي فاتت لما ركبت معايا حزين. ايوه بس انا مش هقدر اخده غير لما ادفع فلوس. هتدفعي فلوس؟ لا. وقفت ليه هندسه؟ انت لسه تعبان ولا ايه؟ لا انا بقيت كويس الحمد لله. طب ما تنام لك كده ساعتين يا ابن الناس وبعدين نعتمد على الله. لا ما ينفعش ابو الحيط، معانا بضاعه بتاعت ناس، ما ينفعش، هنعمل ايه يعني؟ لازم نبقى اهل. يا عم ما تشيلش هم، كله تصفي معاك. بقولك ايه، انت بتعرف تسوق؟ يا اسطى انا بقالي فتره كبيره نفسي اقول لك بس مكسوف. لا يا عم ما تتكسفش، هي جات لك على الطبطاب، انا اريح ساعه بس واقوم فايق زي الفل. ساعه القصر ريح زي ما انت عايز. هي ساعه واحده من الناس 120 كيلو صحيني على طول. ماشي يا اسطى. كام بنزينه اللي هتعدي عليهم اللي قلنا عليهم ما تمونش عشان بيحطوا مع عجاز. حاضر يا اسطى. بقول لك ايه، لما نوصل عند الحاجات اللي بتعمل كده عند حرف الجبل هتلاقي كده تصحيني على طول، فاهم؟ قبليها كمان يا اسطى. ما فيهاش استعباط دي. لا. ريح. ارواحنا وضاعت ناس. الله يوسع عليك يا ابو الحيط يا رب. على مهلك على مهلك.
انت على طول كده ملهوب على الشارع؟ ما تيجي تكمل اكلك وخد الواد ده معاك توصله للمدرسه. معلش يا ستي، اصل مستعجل على الورشه. مستعجل على ايه؟ ملوش بدري. ما يبقاش ابن سلطان، هو يعني هيجيبه من بره؟ جرى ايه بدريه؟ ما قلناش يا صبح. عايز افتح الورشه وارش قدامها واظبط كل حاجه عشان اللص يرضى عني. شفتي ياما، انا بقولك الواد ده ميه من تحت تبن. اه ما تعرفيش ايه اللي في دماغه غير لما هو يجي ويحكيلك. الله بقى ياما، عايز اكل دماغه عشان لما استاذن ساعه بدري النهارده بالليل ما يقولش لا. هو انت هتستنى ابوك عند الشونه؟ انت الوحيده اللي فهماني يا ستي، اصل وحشني قوي. لا 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 لا، بمناسبتها ايه بقى اللي في الاصل ديت؟ يعني بتتلككي؟ استنى لما اقعد ورا الطاره. في ايه؟ العربيه متنتش معاك كده ليه؟ لا هندسه زي الفل، ايه وهتبقى كويسه. انا وراها لحد ما تخربها. اركن على جنب. اصل ما زي الفل. اركن، بقول لك على جنب. يلا اركن. طب هاخد جنيه اهو، هاخد جنيه. يلا افتح الشبكه. انت عارف لو كنت نسيت تحط زيت ولا فوت لي موتور ولا ضيعت لي وش سلندر ما يحصل لك. طيب انا مشيك على كل حاجه بنفسي اصلا. طب اطلع دور. حاضر. يلا. حاضر. ناس خلاص. انت مونت منين جاز؟ من البنزينه اللي في المفارق. وانا قايل لك ما تمونش من كام بنزينه منهم اللي في المفارق قبل ما انام ومنبه عليك. ما حددتها ليش يا اسطى؟ وانا كان لازم اسمي لك كل واحده بالاسم. حصل خير. يعني ايه حصل خير؟ يعني ايه؟ بس انا اللي سلمت دهني وقلت انا تعبان واسلم الحمار. ما تغلطش بقى. يلا اتنال على عينك. على اديك معطلنا اهو، وقفنا في الطلع علشان عطلانين جاز. اتنيل اقفل الشبكه. حاضر يا اسطى، هتقضى ان شاء الله. هتقضى. صار ريس ان انا راجل هفيه، كل السواق اجيبه لازم يخسرني دم قلبي. ما انا قلت لك الواد ده خاين وباصص لفوق وعنده استعداد يدوس على رقبه اي حد. دماغه في العربيه اللي بيشدها يا سيدي. انت عرفت ايه اللي عرفته يا ريس؟ وانا يعني لا مؤاخذه نايم على وداني، ما انا ليا برضه عربيات بتتصلح عند نفس الصناعيه. انا خفت اقول لك، لا تفتكرني بفتري عليه. ده حته واد كل مخه في مصلحته بس، ويخرب مصالح الناس. والبضاعة اللي معاه دي لو باظت مين هيدفع تمنها؟ ودي تفوتني برضو. اطمن، لحقتها وبعت عربية تانية. ادي عاطلة وحق النقلة التانية عليه. وحياتهم لدفعوا حقها. او هيديها عليك الكفر. وانا صغير رئيس ولا ايه؟ مفيلاش، كاتب له وصل امانة ومحضره له في جيبي وهمضيه، ولو ما دفعش احبسه. الواد ده لازم تتقطع رجله من هنا دلوقتي. جاب نص نقل، بكره يجيب جرار ويعمل راسه براسنا. الشحات اللي ما كانش لاقي ياكل. يا ريتها على كده وبس، ده نمرود وساعتها هيعمل علينا معلم. معلم ماشي ماشي يا سي سلطان، وحياه امك لو اريك شغل المعلمين على حق. ايه بس ياب، احنا ناقصين. ايه اللي خرجك من دارك؟ انت عايزاني اسيبك وانت في الظروف دي؟ وانت هتعمل لي ايه بس؟ اعمل لك ايه؟ عندك حق، انا خلاص وفيت خدمه. مش عارف ربنا مش عايز ياخدني ويريحني ليه. بعد الشر عليك ياب، والله انا ما قصدت. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الرجل كان قاعد جنبي في المستشفى وبيكلمني، فجأة حط يد على صدره وراح، ما لقيتوش، حتى ما لحقش يقول جاي. الله يرحمه ويحسن إليه، راح وسابهم يبهدلوني من بعده. إيه هما في المركز هيطرمخوها بالوسائط اللي جابوها أولاده إياك. بس ربك أقوى من الكل، أنا ربنا رزقني بواحد محامي ابن حلال قوي هيروح معايا النياب،
وهو قال لي ان هم هيعملوا لي تمكين من الشقه ان شاء الله. وهم هيسيبوك لو عملت كده يا بنتي؟ اعلى مفخلهم يركبوه، حقي وهاخده ان شاء الله. ينزلوا لي الخط من الجبل، الاعمار بيد الله يابا. انت هتقولي لي يا بنتي ونعم بالله. انا مش قادر اصدق انه قدر يضحك عليكي تاني يا نوره. ضحك عليا ازاي؟ دي اوراق عليها امضته وهتتسجل في الشهر العقاري. انت فاكر عادل عنتر ده ايه؟ ده ممكن يلم علينا الفلاحين والصعيده بتوعه ويحبسنا في اوضه الفراد. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت فاكراني بهزر؟ ده ممكن يجبرونا ان احنا نمضي على اوراق بالتنازل، واذا قلنا لا ممكن يذبحونا ويحطونا في شوله من غير ما اي حد يحس. مش حاسس ان انت بتبالغ قوي؟ وبعدين عادل ده اكبر منك وانت ما بتحبهوش. زي ظروف الجواز الاولانيه، اشمعنى كنت موافق؟ يا سته ده احنا بنتعلم من اخطائنا. اسمعني كويس يا وائل، انا حكايه الغنى دي مش واخداها جد. بعدين انت عارف انا قبلت الشغلانه دي ليه؟ اه يا حبيبتي، بس انت صوتك حلو، انت موهوبه وبتحبي الغنى. اغني وقت ما احب اغني، مش كل يوم وفي جو زي ده. الجو ده يا حبيبتي مجرد خطوه، ودي انت شايفه احنا طالعين ازاي بسرعه البرق. الناس هتتجنن عليكي، هي كلها سنه ولا اتنين بس، وهيبقى ليكي شرايط وتطلعي في حفلات متذاعه على الهوا، هتبقي نجمه كبيره وتكسبي قد اللي عند عادل ده 20 مره. ولو انا ما عنديش الرغبه دي، ما عنديش القوه دي، انا مش عايزه اغني. امال عايزه ايه؟ انا عايزه اعيش عيشه بسيطه زي اي ست عاديه، مجرد ان انا امن مستقبلي بس. هو ده كل طموحك؟ وائل دي اخر ليله اغني فيها هنا. وسي عادل ده يعرف كده؟ انا كنت لسه ما اتفقتش مع المدير. طب خلاص سيبي لي بقى الموضوع ده بقى، وانا هعرف اسويه على نار هاديه. يعني ايه؟ اطلع لي منه بحاجه، ولا انت خلاص امنت نفسك ونسيت اخوك يا نوره؟ انت بجح قوي كده ليه؟ السلام عليكم. السلام ولا كلام قبل ما تحاسبنا على الجناية اللي انت عملتها يا سلطان. انا السبب في اللي حصل ده كله لص. بس يا ابن اسكت، انا اللصه بتاعك وانا المفروض اراجع ورا كل حاجه. اقول لك، العربيه كانت طالعه نقله تانيه وراحت علينا بسببك، ولازم بقى حلو تدفع يا معلم. عيب، افتكر لي يا اخي البضاعه اللي كنت بنزل لك بيها من فوق بدل ما اجيلك فاضي انت. هو احب افكرك انك كنت بتاخد حقك يا حبيبي، يعني ما كنتش بتجبي عليا يا معلم. ده انا بحرت معاك بقالي 3 سنين يا راجل، يا ضلالي ما طلعتش بغلطه مني. على قدي. اخرس انت وحط لسانك في بوقك. وانت هتدفع ولا تمضي اصل امانه؟ قلت ايه؟ خلصني. لا اله الا الله، لو انت دفعت زغلول لما خايش بالعربيه وعلى بالك ميله محمر. ايوه يا حبيبي، حكم انا فاتحها سبيل، كل واحد يجي يلطني شويه ويخسرني دم قلبي. يا معلم انا معيش فلوس. رجالة انت تسوق على الكوفي وانت شارع عربيه جديده وعايز تعمل راسك براس المعلمين؟ اه يا الحكايه كده. ايوه بقى يا حبيبي هي كده يا خفيف. قلت ايه بقى؟ هتمضي الوسط ولا امسح بكرامتك الارض وافرج الخلق دي كلها عليك؟ ايه يا حاج في ايه؟ انت هتضربني ولا ايه؟ واضرب اللي خلفوك كمان. ابويا ايه حصلت؟ تتمدي لك عليا انا يالا؟ قطعوه. ابويا بس يا ابني كلكم عليا ولا تتكلم. مش هتحرمك، مش عارف اسيبك. بقول لك روح على البيت. بس يا ابويا انا اللي جبتك وعملتك سواق وانت شحال، مش لاقي تاكل، لمتك في الشارع، وحياه امك ما انت معتبها تاني لا عندي ولا عند غيري. يا معلم كده كتير، ربنا ما يحبش الفتره. اذا ما كانش عاجبك انت كمان يا اخويا حصاله. لا مش هجيب. قطعوه وعليا ولا هدايف. يعني ايه بنتي هتخش على عفش كله قديم؟ كله جديد في جديد يا حاجه، ده من ايام المرحومه مراتي. احنا ما كناش بننزل مصر غير هو شهر ولا شهرين في السنه. طب قال له تجيب اوضه نوم جديده. مش هقدر ارد لك كلمه يا حاجه، نجيب اوضه نوم جديده. المهم يا ابني تخلي بالك منها وتحافظ عليه، الكلام ده كله مقدور عليه. انا مش متاخر عن اي حاجه، كل اللي هتقول لي عليه هعمله. يا ابني احنا عمرنا ما هنختلف على الماده.
إن شاء الله إن شاء الله مش هنختلف على حاجة أبدا. إن شاء الله. أمال العروسة فين؟ انت لسه بتتزوقي؟ الله ايه يا ماما، مش انت اللي قلتي لي اتزوق؟ قلت لك حط حاجه في وشك وبيقابل الراجل بذوق. حاضر، هقابله بمنتهى الذوق. امتى؟ الراجل قرب يمشي وانت لسه حتى ما سلمتيش عليه. حاضر يا ماما، انا خارجه اهو، اتفضلي. افردي وشك وبجيب العصير والكيك من المطبخ وحصليني. يلا بسرعه. بتعمل ايه عندك يا مجدي؟ يا ست الكل، يا ستهم، ايه اللي صحاكي؟ مش قلت هتنامي؟ عشان اظبطك واشوفك وانت بتشرب حشيش من ورايا. وطي صوتك يا ولية، امال ايه هتحبسيني؟ اهو حشيش ده ولا مش حشيش؟ بفلوس ده ولا مش بفلوس؟ طب عليا النعمه، دفعت فيه ولا مليم. ده اصل واحد زبون كان بيصلح عند العربيه، عمل معايا احلى واجب، يعني ده السيجارتين دول. طب ما تتحبس وتشردني انا وعيالك، هتنفعني انت والزبون؟ ربنا ان شاء الله مش هيجيب حبس ولا حاجه، ربنا يفك حبسنا كلنا. ما تخش تنام، خش نام. انا داخله عد الفلوس اللي جوه، عارف لو كان فيهم جنيه ناقص هتبقى ليلتك سودا النهارده يا مجدي. طب الجرنان يا ستهم، الجرنان. اعوذ بالله من لسانك الزفر، ربنا يسود عيشتك يا شيخ. الواحد لازم يعمل حساب المواقف اللي زي دي. هنا الكبريت. دي حتة يا ابوها عالية قوي. مين؟ افتح استمد يا محمد. الحقنا يا استمد، ابويا اتلموا عليه في الشنطة وضربوه وخدوه على الاسم، وانا فضلت واقف ما عرفتش اعمل حاجة. انا عندي امل كبير تعوضهم عن امهم الله يرحمها. من الناحية دي اطمن، انا متأكد ان بنتي حنان هتخلي الولاد يحبوها. يا حنان تعالي يا دناي. واقفة عندك كده ليه؟ تعالي حط الصينية وسلمي على سي الأستاذ عبد الجليل. أهلا. الله عاد انت، هو الفلوس والساعة اللي خدتهم من الحاج في الخناق؟ لا، سعادة الباشا هياخد الريح بالبلاط. وصل أمانة ب 500 جنيه يا سعادة الباشا. اطمن، حاجتك هترجع لك. حاجة إيه بس يا سعادة الباشا؟ ما بعد الضرب والبهدلة اللي احنا فيها دي والتقرير الطبي اللي بقى احنا اللي ضربنا وسرقنا، مش أنت لوحدك بس اللي معاك تقرير طبي. في أربعة من اللي شغالين مع الحاج متبهدلين، واتنين منهم محجوزين في المستشفى. يا سعادة الباشا دول معورين نفسهم علينا. ايوه صح، مظبوط يا سعادة الباشا، وانا لو كنت فردت دراعاتي فيهم كان حد فيهم عاش. سمعت اللي بيقولوا الواد ده سعادتك؟ اقول له يقف بقى قدام الحكومة ويقول كلام زي ده ويعمل حاجة زي كده يحق له بقى يعمل اي حاجة. مظبوط، معاك شهود على كده؟ يعني هي الشهود لو موجودة هتشهد معايا انا وتسيب الحج. طب عايزنا اعمل لك ايه بقى يعني؟ اكدب راجل محترم زي ده والشهود واصدقك انت؟ ما احنا بقى لا مؤاخذه يا سعاده الضابط، احنا لا ضربنا ولا سرقنا. مش عايز قله ادب وراك، نزلهم على الحبس. يا سعاده الباشا، يا سعاده الباشا لو سمحت لحظه واحده. في ايه تاني؟ عايزين نتصل بحضره الضابط عصام الطوخي من امن الدوله. امن الدوله؟ وانت تعرفه منين؟ انا هقول لك يا سعاده الباشا، بس الواد سلطان ده كان مرشد عنده. لك انت فاكره لسه قالها يا عبارك. معلش، ما هنتصل ساعتك ونشوف. الو، ايوه، اهلا وسهلا. بعد اسمه كلام تتنورني. مين؟ طبعا فاكره. ايه الموضوع؟ لا لا، الولد ده ما عملش كده ابدا. طبعا امره يهمني، لو سمحت خلي بالك منه، هو حد يمسه ولا يظلمه. ماشي يا سيدي،
هتصل بيك بعد شويه عشان اطمن، ولا تحب اجي لك بنفسي؟ علي اليمين ما انا فاهم حاجه. يعني احنا كده مروحين؟ لا نازلين على الحجز، ما احنا خارجين اهو قدامك. يا عم بالراحه عليا يا عم، يا عم بالراحه عليا، عاملني على قد مفهوميتي. ما مش ناقصه غباوه يعني اصلها. يا سلطان ايه اللي حصل؟ طمني فيه ايه؟ انت مين اللي قال لك يا مجدي؟ الولد محمد ابنك. هو فين؟ هو روح، انا قلت له يخب عليهم ويقول لهم العربيه عطلت. الله يكرمك، خير ما عملت يا مجدي. بقول لك يا ابو الحيط، اتكل على الله انت رايح لك بقى يوم ولا يومين. روح فين واعمل فيهم ايه اليومين دول؟ روح اعمل اللي انت عايزه يا ابو الحيط، ما تخافش الرزاق ربنا. ونعم بالله، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا سلطان ايه اللي عمل فيكم كده؟ انتوا بتخرشمينا يا جدع في ايه؟ يلا بس بينا دلوقتي نتكل على الله وافهمك بعدين في الطريق. استنى بس، على فين؟ يا جدع انت افهم بقى، في مشوار لازم اعمله قبل ما اروح. مشوار يا سلطان؟ لازم اشكر الباشا اللي خرجني من هنا يا مجدي. انا هو باشا يا سلطان؟ بقول لك ايه؟ بطل رغي بقى وخلينا نتكل على الله. يا عم ده انت بتخرشم. الحمد لله. يا باشا انا لا عرفت اروح ولا ارتاح الا لما اجي اشكر سعادتك. على ايه يعني؟ انا ما عملتش حاجه. ازاي بقى سعادتك يا باشا؟ ده لولا التليفون اللي انت عملته كان زماني دلوقتي في خبر كان. لا بيتهيألي لسه في نيابه وقضاء. سعادة الباشا وانا حمل المشوار ده برضه. انا ساعدتك عشان انت غلبان ومظلوم وده حقك. ومين يعرف الحق في الزمن ده؟ كتير بس الوحشين هم اللي ظاهرين. يا باشا انا وانا داخل سعادتك قالوا لي انك مستعجل وعايز تروح وانا مش هعطلك، بس ليا سؤال واحد. اسال يا سلطان. انا ربنا نجاني على ايديك، بس لو واحد غيري بقى ما اعرفش ظابط ولا رتبه ولا واحد من الناس الكبار، يصرف اموره ازاي في الزمن ده؟ يا بنت ما تقعدي خيلتيني. يما اصلها مش حكايه عربيه عجلت. لا مش ابنك اللي قال؟ ابني؟ ابني ده اصله كداب في قصر وشه. كداب. قوم يا واد وما تعملش فيها نايم يا كداب. قوم. الله، وهيكدب ليه بس؟ اصل يما الواد ده طول عمره راسه في راس ابوه. وتلاقيهم طبخينها سوا عند اللي اسمه مجدي، وقالوا له لما تروح ما تقولش. طب وسلطان ايه اللي هيحسبه على كده؟ ابقى اسالي يما لما يجي وقولي له ايه اللي بيقرصك في البيت. يا بنت بطلي جنان بقى، انت ما وراكيش غير السيره دي. والله العظيم ثلاثه اقطع دراعي من هنا ان كان كل اللي بيحصل ده كدب في كده. ولا انت واد سابقني وعامل نايم، قوم كلمني ورد عليا احكي لي الحكايه من الاول. قوم ياما. سيبيني بقى، انا قلت لك على كل حاجه. لا يا حبيبي ما قلتليش على كل حاجه، انت لسه بتكذب. ولا انت مش خرجت تاني بعد ما قلت ان العربيه عطلت؟ ما انا قلت لك لقيته وصل وقاعد مع ناس. وقال له روح وانا هحصلك. ما هيسيلي ابو زيد الهلالي الكلام ده هيخيل عليا ولا اخش مخي بارساخ. ولا كلمني هنا ورد عليا. سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه اللي حصل؟ الحمد لله يا ام ربنا يسلم. وانا اسالك يا اخويا تقول لي على اللي روح انت يا محمد وانا هبقى حصلك. انا اللي قايل له كده يا بدري عشان ما تتخضوش. انا داخل انام جوه. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه يا ام. عربيه طلعت بعرض الطريق وقفت فجاه، خبطت في الطاره والبرابريز. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. صباح على خير. لا يا اخويا استنى، انت هتخش تنام من غير ما تاكل لقمه؟ مش عايز اكل يا بدريه. لا مش عايز ازاي، ده انا عامله لك مش طايق يا بدريه، مخنوق. الله، هي عملت لك حاجه؟ من غير ما تعمل يما. انا عايز اكل ولا عايز اشرب ولا عايز اشوف حد. حد ليه عندي حاجه؟ حنان، ممكن نعرف بس انت زعلانه مني ليه؟ انا طلبت منك حاجه غلط. ده جواز، جواز على سنه الله ورسوله. احنا اتكلمنا في المواضيع دي وانتهينا خلاص يا ستي. لو على مراتي الاولانيه اقول لها، اظن كده مفيش سبب تاني. لا في ايه؟ دمك تقيل على قلبي، مش طايقاك. اي خدمه تانية؟ هو احنا لسه بنلبس ولا ايه؟ انا خلصت اهو. لا يلا بقى يلا، عشان المأذون مستنيين علشان نكتب الكتاب. انت جاي لوحدك؟ يعني وانا محتاج اجيب حد معايا يعني علشان يسندني وانا بتجوز؟ لا بس يعني
اهلك، ابوك، اخواتك، اي حد من قرايبك؟ لا 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 احنا ما اتفقناش على كده. ودي حاجه لازم نتفق عليها؟ طبعا، موضوع زي ده محتاج ترتيب وهياخد وقت. يعني محدش من اهلك هيعرف؟ لا اهلي ولا اهلك. طب انا عندي ظروفي، وانت؟ ابويا راجل صعب جدا جدا وما يعرفش عني اي حاجه. ما بنعملش حاجه غلط. طبعا يا حبيبتي طبعا، بس لو قلت له ان انا هتجوز هيسال بقى على عروسه ويجيب اصلها وفصلها. وايه يعني؟ ويعني ازاي؟ ابويا ليه اتصالاته، هيعرف انك كنت بتغني. هون عيب؟ مش عيب يا حبيبتي، مش عيب خالص، بس عند ابويا بقى جنايه. وصدقيني لو عرف ان انت كنت بتغني وانا صممت هخسر، وهخسر حاجات كتير قوي، وكمان اخاف عليه لا يحصل له حاجه يموت وهو غضبان عليا. انت بتهمك قوي الحاجات دي؟ اخس عليكي، انت فكراني ايه بس؟ ابويا ده انا عمري ما شفت اب واقف جنب ابنه زي ما ابويا واقف جنبي. يعني هنفضل طول عمرنا متجوزين في السر؟ لا طبعا، احنا نكن شويه بس لغايه لما موضوع الغنى ده يتنسي، وانا هجيبها له بعد كده واحده واحده. ده هو نفسه ومنى عينه يجوزني النهارده قبل بكره. وغلاوتك عندي لجوازنا يبقى علني وقدام كل الناس. امتى بس؟ في اقرب وقت ممكن. كأنه مس ولا عمر.